الدنيا بتلهينا أكتر الوقت، وبصير همنا كيف نخلص أشغالنا ومهامنا بسرعة. بننسى أحبائنا وبننسى إنه هن كمان بحاجة نعطيهم من وقتنا. خلونا نستفيد من هالفترة اللي عم نقعد فيها مع عائلاتنا وأحبتنا بطريقة إيجابية. كيف؟ إنه نعطيهم الأولوية بحياتنا، نصغي لإلهم بقلب منفتح ممتن ومحب، ونعطيهم الوقت إنه يحكوا اللي بقلبهم. خلونا نبلش نسأل حالنا، هل كنا عم نصغي لإلهم بهذا القلب المحب، أو بس كان همنا ندافع عن حالنا؟ هل نعرف شو التحديات والصعوبات اللي هن عم يمرقوا فيها؟ كتير من الأوقات بننسى إنه نحن بشر ومنغلط كمان. كتير أوقات نحن ما منقدر نحل كل المشاكل، ومش مطلوب منا بالحقيقة، لكن وجودنا جنبهم، إصغائنا إلهم، واستيعابنا واحتوائنا لمشاعرهم، وحبنا غير المشروط، هو أكبر مساعدة منقدر نقدمها، وهو حل لكتير من المشاكل والتحديات. خلونا نبلش نعطي الوقت ونسمع بعض.